في الأسابيع السابقة يعني درست في موضوع الأورجانيك كيمستري، الفانكشنال جروب، درست الأروماتيسيتي، درست الفينولات، درست الألديهايد أند كيتونز، ودرست آخر شيء موضوع الأمينز. اليوم إن شاء الله يعني فيما تبقى من هذا الكورس عندنا تشابترين راح نكمل بيهم الكورس. عفوا، التشابتر الأول هو موضوع الكاربوكسيليك أسيد، الحوامض الكاربوكسيلية، بينما الموضوع الثاني المكمل إلى هي كاربوكسيليك أسيد دريفيتيفز، مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية. يعني ما معناه انه هذين التشابترين متعلقة ببعض، التشابترين متعلقة ببعض. طبعا المحاضرات يعني مثل ما شفتوا بالكلاس روم نزلت لكم اياها على شكل PDF، وهذا البي دي اف طبعا مقسم، يعني موضوع الكاربوكسيليك اسيد مقسم الى 3 اجزاء حتى تسهل يعني قراءتها ويسهل فهمها عليكم. الجزء الاول من موضوع الكاربوكسيليك اسيد هي الانترودكشن، مقدمة لموضوع الكاربوكسيليك اسيدز. طبعا راح تلقون انه اول شيء في هذا الموضوع هو الريفرنسز تكست بوك. طبعا من الضروري جدا انه هذا المصدر اللي هو اسم المؤلف جون ماكموري، طبعا راح اشر وارجو انه يعني تتبعون. هذه جون ماكموري، اسم الكتاب Organic Chemistry، الطبعة التاسعة، طبعة سنة 2016. هذا الكتاب من الضروري انه تحصلوا، لانه به موضوع الكاربوكسيليك اسيد بالتفصيل، يعني تتضمن امثلة اضافية، تطبيقات اضافية على هذا الموضوع. خلونا بالبداية نعرف شنو الكاربوكسيليك أسيد. نشوف هنا الكاربوكسيليك أسيد، طبعا الجنرال فورمولا إلها مثل ما تلاحظون RCO2H، RCO2H occupy a central place among كاربونيل كومباوندز، بيها مجموعة كاربونيل مثل ما تشوفون هنا في هنا بالصورة الوسطية central picture، بيها مجموعة كاربونيل اللي هي سي دبل بوند او اللي هي كانت هذه مجموعة الكاربونيل اللي هي نفسها اللي موجودة بالألديهايد آن كيتونز. لكن نشوف الإضافة إلى الكربونين بها مجموعة إضافية، هذه المجموعة الإضافية هي مجموعة الـ OH أو الهيدروكسيل، فهذه الـ CO2H، CO2H هي المجموعة المميزة للكاربوكسيليك أسيدز. طبعا هذه الفانكشنال جروب اللي هي CO2H تمثل لي مجموعة الحوامض الكاربوكسيلية. لكن احنا قلنا راح ندرس تشابترين، التشابتر الاخر هو الدريفيتيفز او المشتقات. شوفوا لي هنا بالاسيد كلورايد او كلوريد الحامض، مجرد استبدال ال OH اللي موجودة بالكاربوكسيليك اسيد استبدالها بكلور
المجموعة الوظيفية تتحول إلى كلوريد حامض أسيد كلورايد، وفيما لو تم استبدال مجموعة الـ OH الموجودة في الكربوكسيليك أسيد بـ OR يعني OCH3 OC2H5 إلى آخره، راح تنطينا مجموعة إستر. المجموعة الوظيفية تتحول إلى إستر. أما في حالة استبدال الـ OH بمجموعة أمين NH2، هذه المجموعة الجديدة أو المجموعة الوظيفية الجديدة نسميها أمايد. وفي حالة استبدال الـ OH الموجودة في الكاربوكسيليك أسيد بـ SR راح يكون عندنا مجموعة ثايو إستر. أكو سؤال لحد هنا؟ أكو سؤال طلابنا الأعزاء؟ أي طالب إذا يحب يسأل ممكن إنه يرفع يدوس علامة الريس هاند أو يكتب بالشات السؤال اللي يعني الشيء اللي صعب عليه أو ما افتهمه. زين، طبعا الكاربوكسيليك اسيد أهمية الحوامض الكاربوكسيلية، نلاحظ انه a great many carboxylic acids are found in nature موجودة في الطبيعة. على سبيل المثال الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد نشوف هو ابسط حامض كاربوكسيلي، الجنرال فورمولا له CH3CO2H. هذا الأسيتيك أسيد is the chief organic component of vinegar، يعني المركب الأساسي للخل. ونلاحظ خلينا نشوف أمثلة على حوامض كاربوكسيلية أخرى. هنا حامض كاربوكسيلي يتكون من 4 ذرات كربون، أي بمعنى هو جاي من البيوتان. هذا هو ستراكشر البيوتانويك أسيد. بعض الحوامض الكاربوكسيلية ذات السلاسل الأطول نشوف هنا CH3CH2x4CO2H. نلاحظ هنا عندي 6 ذرات كربون، يعني معناها جاية من الهكسان، لذلك راح نسميها هكسانويك أسيد. زين، الهكسانويك أسيد نلاحظ هو سبب لبعض الروائح الغير المرغوبة. زين، في حالة إذا كانت السلسلة الهيدروكربونية طويلة مثل ما تشوفون في الـ وين موجود التظليل الآن، هنا في هذه الحالة عندي CH3CH2x14CO2H عبارة عن 16 ذرة كربون، هذه راح أسميها بالماتيك أسيد، واللي هي أساس للفاتي أسيد الأحماض الدهنية. طبعا الأحماض الدهنية يعني تكون لها أهمية حيوية biological precursor of fats and vegetable oils، تكون مهمة في الدهون وزيت النباتات.
زين هسه بعد هذه المقدمة البسيطة، برأيكم أكو أهمية حيوية للحوامض الكاربوكسيلية؟ شوفوا لي هذا الستراكشر اللي موجود أمامكم، الستراكشر اللي موجود أمامكم اللي هو الكوليك أسيد. كوليك أسيد، هذا الكوليك أسيد يعني نشوف يعني عبارة عن حلقات مرتبطة فيما بينها وبها مجاميع متعددة، لكن شوفوا لي نهاية هذا الكوليك أسيد. النهاية تنتهي بمجموعة CO2H، تنتهي بمجموعة كاربوكسيل. هذا الكوليك أسيد يكون نشوف هنا other example are cholic acid a major of a human bio، يكون أساس مركب أساسي لأحماض الصفراء، أحماض الصفراء الصفراوية في جسم الإنسان. أكو سؤال لحد هنا لطفا، إذا أحد عنده أي سؤال. زين. نعم بنتي آمنة، المحاضرة مسجلة. نعم. زين، نجي هسه يعني بعد ما عرفنا يعني أخذنا فد مقدمة بسيطة عن الكاربوكسيليك أسيد، خلونا نشوف يعني تسمية الحوامض الكاربوكسيلية. كيف نسمي الحوامض الكاربوكسيلية؟ نشوف هنا يعني بعض التوضيحات يعني هي موجودة بال يعني details مال الموضوع. Simple carboxylic acid derived from open chain alkanes are systematically named by replacing the terminal E. نشوف المقطع E، الحرف E في السلسلة الهيدروكربونية في الألكانات نستبدلها ب OIC acid. OIC acid، وطبعا الملاحظة المهمة الأخرى أنه CO2H مجموع كربون، الكربون اللي تحمل المجموعة الوظيفية هي اللي راح نرقمها رقم واحد is number carbon one. ننتبه إلى هذه الملاحظة. خلونا نشوف الأمثلة الآتية. شوفوا لي هسه هذا المثال. ثلاث السطر الأول طبعا على اليسار عندي ثلاث ذرات كربون، هي جاية من بروبان، تنتهي بمجموعة كاربوكس، تبتدئ بمجموعة كاربوكسيل اللي هي كربون نمبر 1. راح نبدل الإي من البروبان، نبدلها بOIC acid، تصبح عندي بروبانويك أسيد. نشوف المثال الآخر، اللي هو بالنص. هذا المثال الثاني، ألاحظ أنه كم ذرة كربون تحتوي لي كسلسلة طويلة؟ تحتوي لي خمس ذرات كربون، وقلنا كربون نمبر 1
راح تكون اللي تحمل مجموعة الكربوكسيل مثل ما تشوفوها مرقمة أمامكم من 1 إلى 5. وألاحظ أنه بالموقع رقم 4 بذرة كربون رقم 4 عندي مجموعة مثل اللي هي باللون الأخضر. إذن حتى أسمي هذا المركب هو جاي إجاني من بنتان أحذف الإي مالتها أضيف لها أوك أسيد أصير بنتان أوك أسيد. وعندي بالموقع رقم 4 مثل راح أقول فور مثل بنتانوك أسيد فور مثل بنتانوك أسيد. زين خلونا نشوف يعني أمثلة أخرى يعني شوية يعني السلاسل أطول من المثالين الأولين. خلينا نشوف المثال الثالث. المثال الثالث اللي موجود أمامكم على جهة اليمين نشوف بهذا المثال عندي إذا نحسب أطول سلسلة هيدروكربونية هي 8 ذرات كربون تتألف من 8 ذرات كربون. زين وإذا نلاحظ أنه عندي من جهة اليمين مجموعة CO2H مجموعة كربوكسيل ومن جهة اليسار أيضا عندي مجموعة كربوكسيل. هنا يعني عندي مجموعتين للكربوكسيل. زين إذا بدينا من جهة اليسار بدينا الترقيم رقم 3 عندي مجموعة أثل وبذرة الكربون رقم 6 عندي معوضة أخرى اللي هي باللون الأزرق معوضة مثل. فحتى أسمي هذا المركب راح أقول عنه 3-ethyl-6-methyl-octan-dioic-acid. نشوف هنا أنا ضفت قبل في نهاية المقطع كنا نقول أوك أسيد فقط ضفت له المقطع داي للدلالة على أنه عندي مجموعتين كربوكسيل واحدة بالموقع رقم 1 وواحدة بالموقع رقم 8. اكو سؤال لحد هنا؟ العفو دكتور. نعم اسمح لي. نعم ليش ما كتبنا 1-8 وحطينا الاكوان وكداي اسيد؟ يعني شلون راح يعرفون انه هي بالواحد وبالثمانية؟ لا هو يعني هو صحيح اللي دا تقولي بس هنا أنا احنا بالدايوك اسيد عادة تجي اما في بداية اذا ما كتبناها اذا بهاي الحالة ما كتبنا الترقيم يعني معناها وحدة جاية بالموقع رقم 1 ووحدة في النهاية. في حالة عدم كتابتها معناها واحدة صايرة في بداية السلسلة وواحدة في نهاية السلسلة. تمام؟ تمام شكرا. زين نشوف في بعض الأحيان انه عندنا المركب مالتنا حلقي مو open chain مثل ما تشوفون هسه أمامكم على جهة اليسار تشوفون على جهة اليسار هذا المركب الحلقي اللي هو يتألف من 6 ذرات كربون. هذا معناها عندي بمعنى الهكسان الحلقي 6 ذرات كربون. طبعا بالمركبات الحلقية اللي مثل اللي تشوفوه امامكم دائما نعتبر
اتصال الهيدروكسيل، نقطة اتصال الهيدروكسيل بالحلقة مثل ما تشوفون هنا، نقطة اتصالها هي اللي راح نعتبرها رقم واحد. بالأمثلة اللي كانت لي فوق، بالأمثلة اللي شفناها بالبداية بروبانويك أسيد تمثل بنتانويك أسيد، كنا نعتبر الكربون مات الكربوكسيل هي اللي رقم واحد. لكن هنا اللي يفرق عندي بالمركبات الحلقية انه نقطة الاتصال بالحلقة وليس ذرة الكربون مات الكربوكسيل، نقطة الاتصال اللي هي كربون الحلقة هي اللي راح نعتبرها رقم واحد. نشوف هنا عندي سايكلوهكسان كاربوكسيليك أسيد، لكن بالموقع رقم أربعة، بالموقع رقم أربعة شنو عندي؟ عندي مجموعة هيدروكسيل، مجموعة هيدروكسيل، وصاير الارتباط مالتها، الارتباط مجموعة الكاربوكسيل بالآسرة المظللة والهيدروجين بالآسرة المنقطة، يعني كأنما الOH قريبة إلى عين الناظر والهيدروجين صايرة خلف الحلقة. هيك مركبات لما تكون واحدة للأمام أو والثانية للخلف راح نسميها ترانس، راح نسميها ترانس فور. فور جاية من بالحلقة نقطة ارتباط الـ OH كربون رقم أربعة، فور هيدروكسي سايكلوهكسان كاربوكسيليك أسيد. أكو سؤال على هذا المثال؟ نعم. الترانس إذا تلاحظون يعني مجاميع الـ OH هذه لما نرسم لك إياها الـ OH بآسرة مظللة والهيدروجين بآسرة منقطة، إذا يعني خلونا نتصور الشكل الفراغي للحلقة، تصور لي الشكل الثلاثي الأبعاد، يعني كأنما الـ OH صايرة فوق الحلقة، فوق الحلقة والـ H صايرة خلف الحلقة أو أسفل الحلقة، ما صايرة بمستوى واحد. هيك نوع من المركبات نسميها ترانس، يعني واحدة للأعلى والثانية للأسفل. نعم. خلونا نشوف المثال الآخر اللي موجود أمامكم على اليمين. هنا خلي نلاحظ أيضاً مركب حلقي، لكن شنو فرقه عن المركب الآخر؟ عدد ذرات الكربون هنا خمس ذرات كربون، يعني معناها شنو؟ معناها بنتان حلقي. البنتان الحلقي نسميه سايكلوبنتان. وأيضا إذا تنتبهون في ذرة كربون رقم واحد ورقم اثنين أكو دبل بوند، أكو آسرة مزدوجة، يعني معناها عندي بنتين، يعني بدل ما أقول بنتان اللي هو يعني يكون مشبع راح أقول سايكلوبنتين، يعني معناها عندي بنتان حلقي يحتوي لي على دبل بوند في الموقع رقم واحد. والتسمية النهائية لهذا المركب 1-cyclobentene carboxylic acid. أكو سؤال؟ نعم زينب تفضلي.
نعم ال اف سي سي لا يعني لا. All participants are unmuted. نعم اللي عنده سؤال بال اف سي سي نعم. All participants are muted and they can unmute themselves. نعم اللي عنده سؤال بال اف سي سي ممكن يكتبه بالشات لطفا ممكن انه يكتب بالشات. السلام عليكم دكتور ايضا اسال؟ نعم تفضلي. دكتور بس هاي التسمية شلون اقدر افرق اذا بالنهاية اخلي كاربوكسيليك اسيد وشلون اقدر افرق اذا اخلي الاويك اسيد؟ شو وقت اخليها وشو وقت اخليها؟ نعم نعم. إذا كانت عندي يعني تسمية بسيطة التسميات البسيطة يعني للسلاسل المفتوحة السلسلة المركبات الهيدروكربونية المفتوحة الأوبن تشين مثل ما شفنا بالأمثلة الثلاثة الأولى عادة نخلي OIC نضيف المقطع OIC لكن بالمركبات الحلقية خاصة والمركبات اللي تحتوي على أكثر من مجموعة وظيفية خلينا نشوف بهذا المثال مات السايكلوهكسان المركب الحلقي السداسي يحتوي لي OH وCO2H وهنا بالمركب الخماسي يحتوي لي CO2H ويحتوي لي دبل بوند. في هذه الحالة لما يكون المركب حلقي أو يحتوي لي على two functional group نضيف المقطع كاربوكسيليك أسيد. يعني بس إذا كان سايكلو. نعم. أو إذا معقد. أو بأكثر من functional group نعم. شكرا. نعم. أكو سؤال آخر؟ طلابنا الأعزاء اكو يعني جدول يبين لك بعض الـ common names لاحظ هنا بالأمثلة السابقة اللي كانت أمامكم هذه كانت طبعا احنا مثل ما تعلمتوا في الشابترات السابقة ويا الأساتذة البقية اللي درسوكم مشكورين عندنا نظامين للتسمية نظام السيستماتيك يعني التسمية النظامية اللي شفتوها هسه بروبانويك أسيد بنتانويك أسيد هذه نسميها تسمية نظامية سيستماتيك نيمز بالإضافة إلى هذه عندنا نوع آخر من التسمية للمركبات الكيميائية العضوية هي الكومن نيمز التسميات الشائعة أو التسميات التجارية مثل ما تعرفون على سبيل المثال الأسيتيك أسيد الأسيتيك أسيد هو كومن نيمز هو عبارة عن اسم تجاري وليس اسم نظامي هنشوف هنا هذا الجدول يبين لي بعض من يعني المركبات الحوامض الكاربوكسيلية وتسمياتها النظامية خلينا نشوف هنا على سبيل المثال اللي ذرة اللي تحتوي على ذرة واحدة من الكربون اللي هو ميثانويك أسيد بالتسمية النظامية نسميها فورميك أسيد بالتسمية التجارية الإيثانويك أسيد اللي هو ذرتين كاربون نسميها أسيتيك أسيد وهكذا يعني نشوف عدد من التسميات الشائعة وأيضا واحدة من التسميات الشائعة اللي أكيد مرت عليكم البنزويك أسيد إذا تشوفون المؤشر الآن تسمية شائعة له هو البنزويك أسيد مجموعة كاربوكسيل ترتبط مع حلقة البنزين وهذا درسته بالأروماتية
هذه كانت قسم من التسميات الشائعة للحوامض الكربوكسيلية. دكتور ذني حفظ؟ طبعاً الأسماء الشائعة هي ليست للحفظ، يعني أو حسب رغبة الطالب. يعني أنت تشوف مثلاً عفواً أكو تسميات يعني نعرفها هي بديهية، يعني إذا تشوفون مثلاً الأسيتك أسيد تسمية شائعة لكن هي معروفة أكثر من الإيثانويك أسيد التسمية النظامية. نشوف البنزويك أسيد معروف أكثر من بنزين كاربوكسيليك أسيد. انتوا اللي مطالبين به يعني قسم من التسميات التجارية البسيطة بالإضافة إلى التسمية النظامية. التسمية النظامية هي انتوا مطالبين بها اللي قلنا لها قواعد تنتهي بـ OIC إلى آخره، هذه انتوا مطالبين بها. لكن التسمية الشائعة قسم من عدها، قسم من التسمية الشائعة مثلا الفورمك، يعني خلينا نقول أول أربعة من التيبل، البنزويك أسيد آخر واحد، والفثالك أسيد، هذه يعني لازم تعرفوها بسيطة جدا. نجي هسه يعني راح ندرس قسم من الخواص الفيزيائية للحوامض الكربوكسيلية. Structure and properties of carboxylic acid. طبعا الكربوكسيليك أسيد مثل ما تشوفون أمامكم بيها بعض الخواص، يعني مثلا طول الآسرة، طول أطوال الأواصر، و زاوية الآسرة إلى آخره. هذه الأرقام هي ليست للحفظ، الأرقام ليست للحفظ، فقط نطلع عليها ليش؟ حتى نعرف يا زاوية أطول، يا زاوية يا آسرة أطول، أقصد للمقارنة بيناتهم. واحدة من الخواص الفيزيائية المهمة للحوامض الكربوكسيلية مثل ما تشوفون هنا like alcohols carboxylic acid are strongly associated because of hydrogen bonding. عادة تتجمع الحوامض الكربوكسيلية بشكل ترتبط فيما بينها داخليا عن طريق الأواصر الهيدروجينية. نشوف تكملة هذه الملاحظة المهمة. Most carboxylic acids exist as cyclic dimer held together by two hydrogen bonds. شوفوا لي هسه هذا الأسيتيك أسيد structure. الأسيتيك أسيد متكون على شكل ثنائي الجزيئة، صاير كأنما ثنائي الجزيئة، الجزيئة لليمين وجزيئة لليسار مرتبطة فيما بينها داخليا عن طريق الأواصر الهيدروجينية، بين الهيدروجين من الجزيئة الأولى مع الأكسجين من الثانية وبالعكس. هذه تكون لها تأثير على الخواص الفيزيائية للحوامض الكربوكسيلية. هذه عادة تزيد البويلينج بوينت للحوامض الكربوكسيلية. فعلى سبيل المثال يعني هذا ايش راح اسوي لي ميكينج كاربوكسيليك اسيد بويل فار ليس ايزلي ذان كورسبوندينج الكحول. يعني اذا كان على سبيل المثال عندي كحول ذات ذرتين، خلينا نقول الإيثانول،
والإيثانول نقارنها بالأسيتيك أسيد. الأسيتيك أسيد أيضا ذرتين كربون، لكن شنو بيها؟ بيها فانكشنال جروب، هي مجموعة الكاربوكسيل. ألاحظ أنه الأسيتيك أسيد راح يغلي عندي بدرجة 117، أي ما يقارب 118 درجة مئوية. لكن بالمقابل الإيثانول، شوفوا لي درجة غليان الإيثانول هي 78 درجة مئوية، على الرغم من أنه اثنينهن بيها ذرتين كربون، لكن في الأسيتيك أسيد عندي أواصر هيدروجينية إضافية تربط الجزيئتين وتخليها تشكل على شكل ثنائي الجزيئة أو دايمر. أكتوان إذا أحد عنده سؤال ممكن يعني يفتح المايك أو يكتب بالشات. نعم تمام. نعم أكو أحد عنده سؤال؟ إذا ماكو سؤال يعني سدوا المايكات بلا زحمة عليكم. زين. طبعا الحوامض الكربوكسيلية يعني نلاحظ أنه بها ذرة، هذه ذرة الهيدروجين اللي موجودة في الحوامض الكربوكسيلية، ممكن أنه تصير بها إذابة، هي عادة تكون غير ذائبة في الماء water insoluble. لكن إذا خليناها بوسط قاعدي ومحلول مائي قاعدي، ألاحظ أنه يتكون عندي ملح الحامض الكربوكسيلي أو نسميها كربوكسيليك أسيد سولتس. أملاح الحوامض الكربوكسيلية عادة تكون ووتر سوليبل، ذائبة في الماء. الحوامض الكربوكسيلية بعد ما تكون لي الأملاح، أكو ما يعرف ب ثابت حاصل، نسميها ثابت الحامضية، ثابت التفكك الحامض أو KA. KA مثل ما تشوفون أمامكم القانون مالته هو عبارة عن تراكيز النواتج اللي هو RCO2 minus الناتج مضروبة في ما بينها، مضروبة في ال H3O مقسومة على تركيز المتفاعلات اللي هي RCO2H. هذا قانون ال KA. أما ال PKA إذا مر عليكم سابقا هو يساوي لي ناقص log ال KA. أشوف أنه في التيبل الآتي، تيبل الأسيديتي of some carboxylic acid، هذا التيبل يحتوي على structure للcarboxylic acid، وبالمقابل عندي قيمة للKA وقيمة للPKA. أشوف، خلونا نشوف هذا التيبل. باديلي من CF3CO2H، يعني عندي حامض كربوكسيلي CO2H ذرة الكربون رقم 2، اكو 3 ذرات فلور ساحبة للالكترونات. قيمة الـ KA الى 59%. زين، وقيمة الـ PKA 23%. ألاحظ الآخر CO2H
حامض كربوكسيلي بدون يعني يتكون من ذرة كربون واحدة ما بيها مجموعة صاحبة بالموقع رقم 2 مثل الأول. ألاحظ أنه قيمة الـ Ka كانت أقل وقيمة الـ pKa أكبر وهكذا. نشوف إلى الآن ننزل في أسفل الجدول ما قبل الأخير. إذا تشوفون ما قبل الأخير CO2H CH2CH3 حامض كربوكسيلي ذات 3 ذرات كربون. قيمة الـ Ka صارت أقل من البداية بينما قيمة الـ pKa صارت أعلى من البداية. هنا مجاميع هذه اللي ما قبل الأخير بها مجاميع R مجاميع الكيل يعني CH2CH3 هي مثل ما تعرفون سابقا مجاميع دافعة للإلكترونات، بينما في أول واحد اللي هو CO2H CF3 بها مجموعة صاحبة للإلكترونات. شنو تفيدنا هاي الأرقام؟ شنو اللي تفيدنا؟ وأيضا شوفوا لي اتجاه السهم، اتجاه السهم اللي موجود على اليمين. ألاحظ أنه في أسفل الجدول تكون weaker acid weaker acid، بينما اللي موجودة في أعلى الجدول هي stronger acid أكثر حامضية. شغلتين رئيسية أريد يعني تركزون عليها. كل ما كانت عندي مجاميع ساحبة للإلكترونات مثلا F3 CF3 Cl3 إلى آخره مجاميع ساحبة NO2 إلى آخره مرتبطة مع الحامض الكربوكسيلي راح يكون عندي الحامض الكربوكسيلي قوي. أما وبالعكس إذا كانت عندي مجاميع دافعة للإلكترونات مثل مجاميع الـ R CH2CH3 هذا راح يخلي لي الحامض الكربوكسيلي ضعيف نسبيا weaker acid. وننتبه إلى شغلة أخرى بالنسبة للأرقام، قيمة الـ Ka قيمة الـ Ka العمود الثاني كل ما كانت عالية كل ما كانت عالية معناها انه عندي الحامض الكربوكسيلي قوي stronger acid، وكل ما كانت شوفوا لي للأسفل كل ما كانت قليلة معناها الحامض الكربوكسيلي يكون weaker أضعف حامض كربوكسيلي. هذا بالنسبة للعمود الثاني. العمود الثالث الكولوم الثالث هو عكس الـ Ka تماما عكسه تماما. هنا بالـ Ka قلنا كل ما كان عالي الرقم كل ما معناها الحامض قوي، بينما بالعمود الثالث كل ما كان قليل كل ما كان الرقم أصغر معناها عندي stronger acid. شوفوا لأول واحد 0.23 قليل قليل، ونشوف هنا ينتهي لي بأربعة بوينت ثمانية عالي. إذن الـ pKa كل ما كان قليل معناها عندي stronger acid. طبعا احنا يعني ان شاء الله محاضراتنا عادة راح تصير يوم الثلاثاء والأربعاء. إذا عندكم أي سؤال حول محاضرة اليوم ممكن أيضا تسألوا، وأريد من عندكم يعني تكملة هذا الشابتر اللي هو الـ Preparation of Carboxylic Acid و Reactions of Carboxylic Acid، اطلعوا عليها مبدئيا يعني اقروها شوفوا شنو الموجود بيها على مود يعني تجون متهيئين للمحاضرة الحضورية إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. طبعا نعم تفضل. دكتور
يعني هسه هاي الجدول بس طالبين انه نعرف الاسيديتي يا هو الاكبر الاكثر اذا كانت نعم او سي دبليو بوند يعني سي او او اتش او هيك هذا كان الجدول نعم ممكن نعم تجيب لنا بس ك اكثر حامضيه نعم هذا طبعا البروبرتيز مالتها يعني لانه هسه الوقت داهمنا ما اكو بي تكمله هذا الشرح اللي اريده من عندكم التيبلات مثل ما قلت لكم الارقام ليست للحفظ بس اللي اريده من عندكم هاي الملاحظات اللي قلتها اذا كانت مجموعه ساحبه راح تزيد الحامضيه او تقل اذا كانت مجموعه دافعه ايش راح تسوي زيد لك الحامضيه لو تقللها هذه من ناحيه المجاميع اللي مرتبطه من ناحيه الارقام الكي اي كل ما كانت قيمته عاليه معناها عندي سترونجر اسيد البي كي اي كل ما كانت قيمته قليله يعني بالعكس البي كي اي معناها عندي سترونجر اسيد واضح يعني التيبل هو نفهم شنو اللي موجود به وليس الارقام الدقيقه فقط نعرف لما هذا زايد شنو معناه لما هذا الرقم قليل شنو معناه طبعا اكو سؤال اخر طبعا إذا ماكو أي سؤال طبعا المحاضرة مسجلة بس على الرابط الـ FCC إن شاء الله راح أنزل لكم إياه ورابط الحضور راح أنزله على الكلاس روم ساعة يعني بعد 5 دقائق إن شاء الله راح أنزل لكم إياه